صرت انه حسيت انه في عنا ايش احنا موجود، انه ليش ما نستخدمه، ليش اروح اقلد اشي موجود باوروبا وانا مش حاسس انه كتير يعني انا بنتمي له، انه لا ما هينا عنا ثقافة كتير كبيرة وواسعة و... فلسطين في صار في الكترونيك سين كتير مهم من الداخل، في رام الله، في بيت لحم، في كتير بروديوسرز وميوزيشنز عم بيشتغلوا، وفكرت انه ممكن انه هذا الموسيقى نعطيها هوية فلسطينية.